انا وجوزي كويسين جدا في كل حاجه ما عدا حاجه واحده، الا وهي ان هو على طول بيضرب. ياه، حاجه بسيطه جدا يعني ما تحطيش في بالك. وحاولت احل الموضوع ده بكل الطرق، ازعل، اتخانق، اغضب، اتعامل بالراحه، افهمه، احاول اقفل على نفسي ساعه المشكله، برضه مفيش فايده. اشتكي لمامته، اشتكي لمامتي، تقولي عادي، ما كل الستات بتتضرب. لا يا طنط بعد اذنك لو سمحتي، لو سمحتي يا طنط بعد اذنك لو سمحتي، هرد على حضرتك بس في اخر الفيديو. ومش بتقف في صفي لحد اخر مشكله. قلت له انا عملت معاك كل حاجه تمام، المره الجايه بقى، المره الجايه هتضربني هضربك. بالفعل ضربني فضربته. ضربته انا كمان وبهدلت الدنيا، والخناقه بقت اكبر بكتير وتعصبت اكتر، وبقى يضرب اعنف، لا حول ولا قوه الا بالله. انا معرفش هي ازاي الخناقه وصلت بيهم للشارع، يعني هما تقريبا فضلوا يضربوا بعض لحد ما نزلوا من على السلم الموضوع، معرفش ازاي وصلوا للشارع. فيعني انا شتمته في نص الخناقه، والنمجه بقى احنا بنتخانق وانا اندمجت من غير ما احس بنفسي. قلت له يا ابني الذين امنوا وعملوا الصالحات، وهو برضو ضرب 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 غبي قوي. المهم هو اتصل باهلي واهله وقالوا هنطلق، وانا معايا ابن. هي مش فكرة كده، هي فكرة ان كل الناس مغلطوني، طب ما انا اتصرف ازاي معاه؟ والله عملت كل حاجة حرفيا، زي ان وقت العصبية ممكن انزل اقعد في مدخل البيت عشان ما يضربش. واخر مرة قبل المشكلة دي قال لي انتي معاكي حق وانا فعلا غلطان، انتي صح بس ما تتعصبيش عشان ما تخلينيش اعند معاكي. مهم يعني انا لما جيت خدت حقي دلوقتي بقى عاوزين يطلقوا، هو عند مامته من 3 ايام وانا في شقتي. قوليلي اعمل ايه وهشوف رأي السكاكر في الكومنتات. تعالي بقى نرجع لابتدائي ونفكر السادة الكرام بحاجة بسيطة وصغننة قد كده. كانوا بيقولولنا الجواز بيبقى قايم على ايه؟ على المودة والعطف والسكينة والرحمة بين الزوجين. استكيني بقى هنا شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معيار الاستمرار في الحياة الزوجية ايه؟ هو الاحترام والطمأنينة والكرامة وحسن المعاشرة. محتاجة بقى منك حاجة بسيطة وصغيرة قوي، ان انتوا الاتنين ترجعوا لدينكوا، عشان احنا ديننا ما بيقولش نضرب بعض ولا نوصل للمرحلة دي ابدا. لو هو عنده تدين حتى بربع جنيه عمره ما هيمد ايده عليك، وبالتبعية عمرك انت ما هتفكري لما توصلي لاخر مرحلة ان انت كمان تمدي ايدك عليه، لان هو حتى لو رجعته هيحصل فيه ما بينكم فجوة كبيرة قوي، ان هو بقى ازاي واحدة ست وازاي مراتك تمدي ايدك عليك. انت تعرضتي لده كتير وقررتي انك تقعدي وتسامحي وتتجاوزي، هو هيفضل عنده الفجوة دي يعني بفطرته كراجل، ده دي خلقة ربنا. فكان من الاول محتاجين نعمل حاجة بسيطة جدا، ان من اول يوم مد ايده علينا نجيب الكبير في عيلته ونجيب الكبير في عيلتي ويقعدوا يشوفوا حل للموضوع ده. حضرتك هتمشي بما يرضي الله ولا هتمشي بما لا يرضي الله وننفصل؟ وعايزه اقول لك على حاجه هي امر من السحر، عارفها؟ الزن. الزن امر من السحر. يعني حضرتك لو قعدت ليل نهار على ودنه تزني ان هو يرجع لربنا ويعرف دينه ويعاملك بيه وبما يرضي الله وبالحسنى، حضرتك انت اللي هتكسبي في الاول وفي الاخر. انت بتقولي ان كل حاجه ما بيننا كويسه وهو مشكلته الضرب، يعني انت ما عندكيش مشكله معايا غير الضرب. فحضرتك اشتغلي على ده بقى طول الوقت طول الوقت طول الوقت، حتى لو كان الموضوع طول هتلاقي نفسك في النهايه بتوصلي للسكينه بقى اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول دي. ربنا يا رب يصلح لك حالك انت وهو، ويصلح حال كل اللي بيسمعوا. فاي واحده جوزها بيمد ايده عليها محتاجه ان هي ترجعه لدينه عشان يعملها بيه، دي اهم من اي حاجه في الحياه والله. تقدري برضو تشوفي راي السكاكر في الكومنتات واقتراحاتهم. هتوحشوني قوي.